بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. صدق الله العلي العظيم. اللهم لعن عائشة وأبيها وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ومعاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية ومن شايع وبايع وتابع على بغضي وظلمي محمد وآل محمد. اللهم لعنهم جميعا إلى يوم القيامة. السلام عليكم أيها الحفل السلام عليكم أيها المحتفلون ورحمة الله وبركاته. بهذه المناسبة أقدم لكم قصائد مختلفة، ومن ضمنها القصيدة الأولى بعنوان الزهراء حرم الله. أقول فيها: بنت من تلك التي نهواها؟ إنها الزهراء الله اصطفاها. بنت من تلك التي نهواها؟ إنها الزهراء الله اصطفاها. اللهم صل على محمد وآل محمد. إنها صفوة محمد ذاك خير الأنبياء، إنها ناموس ربي هيبة وحي السماء، إنها محراب قدس ملأ الدنيا بها، حينما تتلو الكتاب كدوي الصلحاء كانبلاج الفجر يعلو نور حسناء النساء، نورها شق الدياجي شق أعنان الفضاء، ثغرها للبار سبح أبهى آيات الثناء، هي قرآن تجلى هي قرآن تجلى ليس للشمس انطفاء، هي من مريم أسمى خامس أصحاب الكساء، هي أم هي أم لأبيها، هي أم الأوصياء، هي أم المجتبى أم سيد الشهداء، هي من عائشة أقدس هي من عائشة أقدس، تلك بنت الأشقياء، فلذا رب الضحى أهداها تحفة للهادي الله اجتباها. بنت من تلك التي نهواها؟ إنها الزهراء الله اصطفاها. خدمتكم خادم 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 خادم. بنت من تلك التي نهواها؟ إنها الزهراء الله اصطفاها. إنها صفوة محمد ذاك خير الأنبياء، إنها ناموس ربي هيبة وحي السماء، إنها محراب قدس ملأ الدنيا بها، حينما تتلو الكتاب كدوي الصلحاء كانبلاج الفجر يعلو نور حسناء النساء، نورها شق الدياجي شق أعنان الفضاء، ثغرها للبار سبح أبهى آيات الثناء، هي قرآن تجلى ليس للشمس انطفاء، هي من مريم أقدس خامس أصحاب الكساء، هي أم لأبيها، هي أم الأوصياء، هي أم المجتبى أم سيد الشهداء، هي من عائشة أقدس هي من عائشة أقدس، تلك بنت الأشقياء، فلذا رب الضحى أهداها تحفة للهادي الله اجتباها. بنت من تلك التي نهواها؟ إنها الزهراء الله اصطفاها. إنه التاريخ أصدق، حتى لا يقولون بعد تتشون من عندكم تتأولون أنتم، مو صح؟ ذول الشيعة رافضة يتأولون، لا احنا نحكي من التاريخ احنا. إنه التاريخ أصدق من شيوخ الكذب، وسيكشف للحقائق كانكشاف السحب، راح عن عائشة يحكي في بطون الكتب، تدعي أجمل منها في صنوف الحسب،
تدعي أطهر منها بنت ذاك العقرب، إنها تكره خديجة بدواعي الرتب، مثلما النجم يغار من وميض الشهب، إنها كانت تغار من بريق الذهب، إنها بنت خويلد في الرخا والكرب، آمنت قبل النساء قبلك يا عجبي، صدقت وحي الرسول استصبرت في النوب، إنها أشرف منك في التقى والنسب، إنها أشرف منك في التقى والنسب، أي وصف يدنو من معناها، وكفاطم ربنا علاها، بنت من تلك التي نهواها، إنها الزهراء الله اصطفاها. عاود التاريخ يحكي، بغضت بنت الرسول حفها الهادي بعطفه وحنان لا يزول، إنها غصن النبوة ذات فرع من أصول، حصنها كان العفاف لقبت ذات البتول، هكذا كان محمد يفتخر حين يقول، إنها روح التي بين جنبي تصول، حبه لا عن هوى لا وحق رب العقول، إنه حب إلهي ومقامات تطول، استهجنت بنت المنافق وأصيبت بالذهول، ملئت غيظا عميقا شرعت قرع الطبول، قلبها القاسي تفجر شحذت حد النصول، انتقاما من محمد من علي فحل الفحول، أججت حرب الجمل استجلبت حتى الكهول، وكلاب الحوأب يعلو صداها نبحت في وجهها هزت عراها، وكلاب الحوأب يعلو صداها نبحت في وجهها هزت عراها، بنت من تلك التي نهواها، إنها الزهراء الله اصطفاها. خادم 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 خادم. عاود التاريخ يحكي، بغضت بنت الرسول حفها الهادي بعطفه وحنان لا يزول، إنها غصن النبوة ذات فرع من أصول، حصنها كان العفاف لقبت ذات البتول، هكذا كان محمد يفتخر حين يقول، إنها روح التي بين جنبي تصول، حبه لا عن هوى لا وحق رب العقول، إنه حب إلهي ومقامات تطول، استهجدت بنت المنافق وأصيبت بالذهول، ملئت غيظا عميقا شرعت قرع الطبول، قلبها القاسي تفجر شحذت حد النصول، انتقاما من محمد من علي فحل الفحول، انتقاما من محمد من علي فحل الفحول، أججت حرب الجمل استجلبت حتى الكهول، وكلاب الحوأب يعلو صداها نبحت في وجهها هزت عراها، وكلاب الحوأب يعلو صداها نبحت في وجهها هزت عراها، بنت من تلك التي نهواها، إنها الزهراء الله اصطفاها. وأما القصيدة الثانية فهي من الدارج، تتحدث عن مأساة وظلامات وعذابات الإمام الحسن سلام الله عليه، بعنوان صدى الأشجان. بوادينا تضج أحزان، ابنوادينا صدى الأشجان، بوادينا تضج أحزان، ابنوادينا صدى الأشجان، سألنا المجتبى المظلوم قبرك سيدي مهدوم، على هالحال على هالحال، نفس ذيك النفوس الحاربة حيدر، نفسها مجبلة من الحسن تثأر، إذا ذولاك خلوا كبدته تسعر، إجوا الأحفاد هدموا قبر المنور،
إذا ذولاك خلوا كبدته تسعر اجوا الأحفاد هدموا قبر المنور. مآسينا ثقل هطنان، مآسينا ثقل هطنان، بنوادينا صدى الأشجان. سألنا المجتبى المظلوم قبرك سيدي مهدوم، على هالحال على هالحال وين اللي يدعي الإسلام يا أرجاس يا آل سعود ويا آل خليفة لعنة الله عليكم؟ وين اللي يدعي الإسلام يا أرجاس؟ سنة طه عندكم بالقدم تنداس، بيوت الله تهدموها يا هل أنجاس. ما هو كانت ملاذ وتأوي ليها الناس، ما هو كانت ملاذ وتأوي ليها الناس. بروابينا الحرم تنهان، بنوادينا صدى الأشجان. سألنا المجتبى المظلوم قبرك سيدي مهدوم، على هالحال على هالحال. وين وين اللي يدعي الإسلام يا أرجاس؟ سنة طه عدكم بالقدم تنداس، بيوت الله تهدموها يا هالأنجاس. ما هو كانت ملاذ وتأوي ليها الناس. بروابينا الحرم تنهان، بنوادينا صدى الأشجان. سألنا المجتبى المظلوم قبرك سيدي مهدوم، على هالحال على هالحال. مواساة الإمام الحسن، أقول له مو بس قبرك الطاهر صبح محجور، يبا والله مو بس قبرك الطاهر صبح محجور، مثل العسكري والهادي لن مهجور، مرقدهم هو وعلى الأرض منثور. الأشد وأعظم يا ابن خير البشر مفجور، الألم بينا يشب بركان، بنوادينا صدى الأشجان. سألنا المجتبى المظلوم قبرك سيدي مهدوم، على هالحال على هالحال. خدمتكم مولاي. مو بس قبرك الطاهر صبح محجور، مثل العسكري والهادي لن مهجور، مرقدهم هو وعلى الأرض منثور. الأشد وأعظم يا ابن خير البشر مفجور، الألم بينا يشب بركان، بنوادينا صدى الأشجان. سألنا المجتبى المظلوم قبرك سيدي مهدوم، على هالحال على هالحال. عزفناي الحزن انشو دموع البال، يبا عزفناي الحزن انشو دموع البال، قبورال النبوة تبدلت أطلال. عزفناي الحزن انشو دموع البال، قبورال النبوة تبدلت أطلال. عليكم همنا ما ظنن تحمل جبال، الدهر بيكم رمانة والسهم شتال. يا مهدينا ظهورك حان، بنوادينا صدى الأشجان. يا مهدينا ظهورك حان، بنوادينا صدى الأشجان. سألنا المجتبى المظلوم قبرك سيدي مهدوم، على هالحال على هالحال. أنا بهذا سهادي للبقيع مشيت، أنا بهذا سهادي للبقيع مشيت، تذكرت المصابك للدمع هليت. قبرك مظلم الليلة وإلى حنيت، قبرك مظلم الليلة وإلى حنيت. شلت شلت شمعة حزن فوق القبر خليت، شلت شمعة حزن فوق القبر خليت. يا والينا القلب لهفان، بنوادينا صدى الأشجان. سألنا المجتبى المظلوم قبرك سيدي مهدوم، على هالحال على هالحال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.